نستعرض دلوقتي مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ طبعا من محافظة القاهرة. شارع رمسيس بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو في بعض الكثافات البسيطة. هناخد بالنا ان في غلق لطريق صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيدة عائشة، وده تمهيداً للبدء في أعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو من اتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط. لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي إن في سيولة مرورية مكملة لطريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية بس هتبدأ تقل وتختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري كذلك الأمر أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مرورية بسيطة ومتحركة ومستمرة لحد وسط البلد. طريق الكورنيش بداية من المظلات في كثافات مرورية متحركة في الاتجاهين سواء المتجه لمناطق وسط البلد وحلوان أو المتجه للمؤسسة. كمان كوبري في برضو عليه بعض الكثافات خاصة في منطقة وسط البلد وحتى نزلة غمرة. ودلوقتي تعالوا نروح محافظة الجيزة، هنروح لشارع الهرم هنلاقي أن حركة السيارات هناك فيها بطء وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. كثافات أيضا للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. ناخد بالنا أن الإدارة العامة للمرور لمرور الجيزة أغلقت الطريق السياحي جزئيا بواقع 2 حارة مرورية في المسافة من نهايته وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري أعلى طريق المنصورية لمسافة 500 متر، حيث تستغرق الأعمال 15 يوم وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. المحور القادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل دائري ومستمرة الكثافات المتقطعة حتى نادي الزمالك ثم تنتهي، وده طبعا بعد توسيعة كوبري 15 مايو اللي عمل استيعاب شديد للحركة المرورية. أما المحور المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. محافظة المنيا دلوقتي في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق، ولو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي إن في سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، أما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة والغير مؤثرة إطلاقا، أما طريق الصحراوي الشرقي ففي كثافات مرورية بسيطة. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح لمحافظة الشرقية. طريق الزقازيق منيا القمح فيه سيولة مرورية، أما الحالة داخل مدينة الزقازيق ففي كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم، أما طريق أبو حماد للإسماعيلية فماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، زي ما شاذلي قال في عدم استقرار شوية في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، أعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 34، وأقل درجة حرارة في كاترين 23 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.